قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد نص في أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نص لا، لم يرد فيما أعلم فيما قرأت، لكن بالقياس إذا كان الشهداء بنص القرآن أحياء فإن الأنبياء أولى منهم بذلك، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى منهم بذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم.